موجبات الغسل، ذكر في هذا الباب 6 موجبات، ذكر 6 موجبات، ذكر الجماع بإنزال أو بدون إنزال، والإنزال بجماع أو بدون جماع، وذكر الطهر من الحيض ومن النفاس، إن شئت جعلتهما سببا أو جعلتهما سببين، وذكر الموتى، غسل الموتى، وذكر غسل المرتد عن الإسلام إن دخل الإسلام. فإن شئت قل 6 وإن شئت قل 7، وحتى في الفقه المالكي هذه 6 موجودة عند غيرنا. البشار في أرجوزته وموجبات الغسل عند الناس 6، فطهر الحيض والنفاس ومن مني خارج بلذة معتادة، ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة. ذكر هو 6 أيضا كما يذكر فقهاؤنا، إلا أن الإمام السالم رحمه الله هنا نظم سببا تفرد به أبو إسحاق إبراهيم بن قيس كما ذكر ذلك في معارجه، قال ولا أعلمه لغيره، وهو غسل الجسد لوقوع نجاسة متيقنة لم يعين محلها، وتيقن أن نجاسة في جسده لكن محلها غير متعين لم يعين، فوجب عليه أن يغتسل. قال لم أجده عن غير أبي إسحاق. والكلام في هذه 6 طويل الذيل، متشعب المسالك، وحقيق بالمتفقه أن يكون على دراية بها، لا سيما وأن هذه المسألة متعلقة بالطهارة من الحدث الأكبر، فيجب على الإنسان أن يكون ذا فقه بها ودراية بها ومعرفة حتى تصح طهارته التي تترتب عليها ما لا تصح إلا بها من عباداته.